سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير. دائما ما حسيتنا من القلب، وان شاء الله القلب، ودائما مع المواضيع اللي الحمد لله وهذا من فضل الله. راهي يعني كل ميساج راني نبعث فيه راه يلحق لقلوبكم، ما تقدروش تعرفوا شحال الشيء هذا الشيء ومفرحني. يعني اكبر فرحه تدخل لقلبي هو اني نعرف اني قدرت نعاونكم يا لو كان بحاجه خفيفه، قدرت نونسكم يا لو كان بحاجه خفيفه، قدرت نحي لكم على خاطركم ونونسكم يا لو كان بحاجه خفيفه. الوغ واش نقول لكم، فرحه وخلاص، ربي يفرحكم. دائما مع المواضيع اللي تخص الاسره ديالنا، شحال وحده فيكم كانت يعني كي صار لها مشكل ولا تتغبن كما احنا نقولوا، تكون مغبونه، تحس بليك الدنيا كامله كحالت ما بين عينيها، وتحس بليك ما كاش واحد راهو يعاني كيما هي. اي مشكل كان يعني مع الزوج ديالها، مع اولادها، مشكل مادي، مشكل يعني المهم كاع مشاكل تاع حياتنا اليوميه، وتغرق. ولو كان تروحوا يعني نروحوا يعني نحاولوا نهضروا معاها، ولا نحاولوا نواسيوها، ولا نحاولوا اننا نهدئوها، تقول لك انت ما كيش حاسه بيا. الوغ اليوم باذن الله ومشيئه الله نطلب من كل اخت راهي حاسه هذا الاحساس، من تفه انا من حتى احساس، من تفه من حتى مشكل، يا لو كان هاد المراه هادي طاح لها طبسي تاع بورسلان وتكسر لها وراهي مغبونه وحاسه ضيقت عليها الدنيا، ما نقولهاش بوه على جال طبسي راكي دايره كاع هادشي، نو نو، انت تبكي على جال طبسي، هذيك تبكي على جال بيتران، والاخرى تبكي باسكو وليدها عاصي، الاخرى تبكي باسكو زوجها راهو يخون فيها، الاخرى راهي تبكي باسكو راجلها بخيل، الاخرى بيتاتر راهي تبكي باسكو تحس بلي ما عندهاش زهر، وهي اتعس انسانه في العالم. انا ما نتفهم حتى احساس، كل واحد والاحساس ديالو يا اخي، ما نقولش نو، فو با باناليزي لي مالور دي زوتر، فو با باناليزي لي سنتيمون دي زوتر، نو، انا مانيش من هذا النوع. يعني عندي حل جميل جدا، يلي ضيقت عليك الدنيا، يلي راكي غضبانه، يلي راكي حابه تتلقي، يلي راكي كرهتي الزوج ديالك وكرهتي مفعيلو، يلي وليدك هبلك خلاص ضيق بك حالك كي تشوفي الدنيا كحله، انا نقول لك واش ديري، افدي روحك وطلعي روحي لاي مستشفى قريب للمنزل ديالك، اي مستشفى، اي سبيطار قريب يعني للمسكن ديالك، ودخلي لاي سيرفيس حبيتيه تاع العظام تاع المعده تاع الراس تاع الدم، ودخلي عندك الوقت من الوحده لثلاثه، وضربي دوره عند خاوتك المرضى اللي راهم ليك في السبيطار، ودخلي وشوفي المؤمنين، شوفي المعاناه تاعهم. اتحداك، اتحداك ولا ما هبطتيش من تم وانت مستحيه من ربي سبحانه، وتقولي يا خا وانا اللي كنت دايره هذاك الشيء كامله، والناس راهي تحوس غير على الصحه، تحوس غير على تنوض على رجليها. قالك الصحه تاج، يشوفها بصح غير المريض، يشوفها فوق راس اللي صحاح، هذاك التاج حنا ما نشوفوهش. الصحه ماشي معناتها صحه بك تنوضي وتتمشي وتقدري تطيبي اللقمه تاعك ولا تقدري تخرجي ديري شغالاتك، يشوفوه اللي في السبيطار هذوك قمه السعاده، ما كاش سعاده فوق هاد السعاده. وحنا اللي ربي انعم علينا بالسعاده نعود نشوفوا مشاكلنا اليوميه، المشاكل اللي قادره تتحل يعني فاسيلمون، قادره تتحل بالصبر، قادره تتحل بالتاني، قادره تتحل وحدي بصح خاطرو، مي حنا نغرقوا الشيطان لاعينك وتعرفوا، ماشي يجي يقول لك وسعي خاطرك ربي حنين كريم، يفرج ربي، بو عليك ما كاين والو، تجوز راهي تجوز، ماشي يجي يقول لك هذا الكلام جامي، راح يقول لك خلاص انت ما عندكش الزهر وداروا لك وفعلوا لك، ويحب يشعل الفتنه. الوغ لا سورتو اونتخ لو كوبل، ما بين الازواج يعني ماحش امبوسيبل، الشيطان تما كيلعب والشيطان تماك حاضر، جامي يكون ابسون. الوغ ننصح اننا نروحو نضربو دويره برك في ليزوبيتو في المستشفيات، صدقوني تطلعوا قيمة نص ساعة ساعة سي بون،
هذاك المشكل ديالك يبان لك يعني بارابور على الناس واش راهي تعاني. قالك تشوفي هم الناس تنسى يهمك، يعني ولي قدرت يعني انها تروح للسبيطار وتقول كلمة طيبة ولا تبتسم في وش مريض، الوغ لو لا قدرت تطيب حاجة سخونة وتديها راح تكون يعني من محظوظين المزهورين تاع الصح. بس هاد الافعال هادو يجي واحد الوقت يعني عند الوقفة عند الله سبحانه وتعالى، ما يتباه ما يتشرى، تودي تحبي تشريه بالدنيا وما فيها، وما حسنة وحدة اللي قادرين احنا نربحوها في اون سكوند، تماك ما تباه ما تشرى. الوغ لكل وحده راهي تتالم. يعني انا كي نروح، صدقوني نهدركم عليا، انا كي نروح للسبيطار الشك فوا نروح نزور مريض، كي نهبط نستحي من ربي، اقسم لكم بالاله غير نستحي من ربي. قول وانا اللي كنت نقول هادي وخصني هادي مثلا، ولا المشكل الفلاني ولا المشكل الفلاني، يعني الواحد يستحي. وشوف الناس واش راهي تعاني. الوغ اليوم باذن الله رانا ليله الجمعه، نطلب من الاخوات كامله ندعو للمرضى كاملة بالشفاء، وندعيو يعني لكل وحدة يعني مغبونة ربي ينحي عليها الغبينة، وكل وحدة عندها مشكل ربي يدير لها طريق في المضيق. وندعو يعني الوحدة المشتركة يعني الأخت معانا اللي عندها مرض سرطان في الثدي، ندعو لهاد الإنسانة بالشفاء كاملة كما رانا، ندعو لها بالشفاء العاجل، ويعني نكونوا صادقين ندعو لها ليها والمؤمنين كامله ان شاء الله ماجورين. ونديو تانيك لواحد الاخت راهي معانا اللي عندها بنت وحيده، وحده برك، وتقرا الثالثه ابتدائي وراهي في الفراش مريضه، ويماها ما نحكي لكمش على حاله الام ديالها. نقول لك يا اختي ربي شافي ويعافي بنتك، ونسمعوا ان شاء الله خبار الخير عن قريب في التعليقات يا رب العالمين. الدعاء اخواتي كي رانا ندعو دوك كيما رانا، رانا في الفايده حنا تانيك، لانه الملك راه يقول لنا ولكم مثلها. اي دعوه خير رانا ماجورين عليها، الوغ الخير لينا واللي رانا ندعو له. نقولوا كاملة امين يا رب العالمين، وما نحب حتى وحده فيكم كيما كانوا ناس زمان وش يقولك الصحه ولهنا، نعمتين ما نقدروش نوزنهم ني بالذهب ني بالفضه ني بالفيلات ني بالطوموبيلات ني باي حاجه. الصحه ولهنا البنات، الصحه ولهنا. ولا كنتي صغيره بتاتخ ما حش تفهمي 100%، مي نغارونتي لك دي سي كالكو زاني تفهمي هاد الكلمتين واش عم حابين يقولوا، الصحه ولهنا. اما الباقي سهل، كل شيء سهل. نصلوا برك على النبي ونكلميو روحنا، وكما قال الاخر ننتقلوا ميزاننا، والباقي كامله سهل باذن الله. يعني نثقوا في الله سبحانه وتعالى وبرك يكون ربي راضي علينا. اما الباقي كاع سي دو نيمبورت كوا، سي دو خرطي، ما درناش اليوم نديروه غدوه، المشكل تاعنا يتحل باذن الله. وسعوا خاطركم برك البنات، وسعوا خاطركم. هادي اخواتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يعني تكون عجبتكم، وانا متاكده انه يعني الاغلبيه تاعكم كاملتك، يعني ما شاء الله عليكم، ربي يبقي عليكم ستر وربي يحفظكم ان شاء الله ويفرحني بفرحتكم. والدعاء من اهم الاشياء، راه الدعاء عباده، ندعو لبعضنا في كل وقت وربي باذن الله يستجيب ونسمعوا هذا الشيء. ونقول لكم كامله دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.